بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي الطلبة، بناتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في درس الفاطميون أو الخلافة الفاطمية. بعد انتهاء دولة الأغالبة وسقوطها، استغل خلفاء الدولة الفاطمية الفوضى التي حصلت في دولة الأغالبة والفتن والقلاقل اللي خديناها طبعا أسباب سقوط دولة الأغالبة، واستطاعوا تأسيس الخلافة الفاطمية أو الدولة الفاطمية. تأسست أو نشأت عام 296 إلى 567 هجرية، ما يوافق ب 909 و1171 ميلادية. هنا نأخذ نشأة الدولة الفاطمية. لماذا سميت بالدولة الفاطمية؟ طبعا قامت في شمال أفريقيا نسبة إلى فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي جوز، طب باللغة العربية نقول جوز صح؟ ما نقول الجوزة، جوز علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا أسسها أو قام بهذه الدعوة عبد الله الشيعي، نشر الدعوة في اليمن ثم في المغرب. المؤسس الحقيقي وهو عبيد الله أول خليفة. شوفوا هنا، تلاحظوا في كل الخلافات اللي خديناها سواء الأموية أو العباسية أو الفاطمية أو دولة الأغالبة، تجد أن في شخص هو من يمهد لها وينشرها ثم يطلع الخليفة الحقيقي أو هو اللي يكون المؤسس الحقيقي. نفس الشيء هنا، من قام بنشر هذه الدعوة؟ هو عبد الله الشيعي، أول من شرها وين؟ في المغرب الأقصى، في صنهاجة بالتحديد. وبعد أن وجد له أتباع وقويت شوكته، هذه المغرب هي في سلماجة، هنا أبي عبد الله الشيعي أرسل إلى عبيد الله المؤسس الحقيقي هذا لي دولة الفاطمية، أرسل إلى عبيد الله يطلب منه الحضور إلى المغرب. هنا بالنسبة للدولة الفاطمية، قلنا نشأتها أو نسبتها لمن تنتسب إلى فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم، جوز أو جوزة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذه نسبتهم، من تسبوا لي فاطمة الزهراء فسموا بالفاطميون. ينادون هؤلاء الفاطميون بأحقية علي بن أبي طالب بالخلافة، يعني فرق، هم خرجوا عن الخلافة وقالوا أنه علي هو اللي استحق الخلافة أو الولاية، فسموا بالفاطميون أو الشيعة. عندنا هنا المؤسس الحقيقي عبد الله الشيعي نشر الدعوة في اليمن ثم المغرب العربي وشمال أفريقيا، اتخذ من رقادة عاصمة له، رقادة هذه في تونس، ثم غيرها إلى المهدية ثم المنصورة. أول خليفة عبيد الله المهدي، وهو صاحب الدعوة الشيعية في الشام، يعني عبد الله الشيعي نشر الدعوة في اليمن ثم انتقل إلى المغرب في صنهاجة بالتحديد، وعبيد الله المهدي نشر دعوته في الشام، ثم اتخذ المهدية عاصمة الفاطميين، والمهدية موجودة في شمال أفريقيا اللي هي في تونس حاليا، ثم شملت العاصمة أو الدولة الفاطمية المغرب والجزائر وليبيا ومصر والحجاز، ونصب نفسه خليفة للمسلمين في تلك المناطق التي احتلها أو استولى عليها. هنا نأتي أول عاصمة للدولة الفاطمية اتخذوها هي رفادة، ثم اتخذوا المهدية، نفس الشيء في تونس، ما قاعدين في تونس ما غيروش، على البحر المتوسط وهي ما بين سوسة وصفاقس، ثم المنصورية نفس الشيء في تونس، حتى المنصورية ما نقولوش المنصورية معناها في المنصورة في مصر، لا مازال مصر حناخدوها بعدين، يعني أسسوا ثلاث عواصم أو مناطق واحدة تلو الأخرى اللي هي المهدية، ثم رقادة هي الأولى، ثم المهدية، ثم المنصورية. هذه كلها وين؟ في شمال أفريقيا بالتحديد في تونس. نأتي هنا نشأت ثلاث خلافات. عندنا الخلافة الأولى هي العباسية في بغداد، الأموية في قرطبة، والفاطمية في شمال أفريقيا. انتبهوا هنا. طيب احنا مش قلنا الخلافة الأموية انتهت خلاص، لكن ونشأتها كانت وين؟ في الشام.
نرجع لان احنا قلنا عبد الرحمن بن عبد الله لجأ في معركة فخ إلى وين؟ إلى الأندلس وقام الدولة متاعه. فهنا تكونت إمارة أموية أو خلافة أموية وين؟ في قرطبة أو الأندلس، والفاطمية في شمال أفريقيا. يعني ثلاثة خلافات في العالم الإسلامي: العباسية، الأموية، والفاطمية. الحكم الفاطمي نجي ناخده في مصر، كيف كان الحكم الفاطمي أو الفاطميون؟ طبعا أنشأ الخليفة المنصور اسطول كبير، أسس مدينة المنصورية في تونس 337 هجرية، وأصبحت عاصمة بدل المهدية. ثم عين القائد جوهر الصقلي أو الصقلي من قيادة الجيوش. وجوهر الصقلي أو الصقلي نفس المعنى، يعني بنى جامع المدينة القاهرة، واستطاع إرساء دعايم الخلافة الفاطمية والقضاء على حكم الأدارسة اللي خدينا احنا، اللي ظهر دولة الأدارسة في عهد الدولة العباسية سابقا. مش قلنا أسباب ضعف الدولة العباسية وهي إنشاء دويلات صغيرة داخل دولة من ضمنها بنو بويه ودولة الأهالي، دولة الأدارسة طبعا اللي ظهرت بقيادة عبد الله الإدريسي، شرحتها لكم في الدرس السابق. فهنا استطاع جوهر الصقلي القضاء على الأدارسة في المغرب وضم مصر. ثم تمكنت الجيوش الفاطمية من ضم فلسطين والشام والحجاز والسيطرة على سواحل سردينيا وصقلية. نأتي لشخصية جوهر الصقلي أو القائد جوهر الصقلي. هو طبعا سيطر على برقة اللي هي في شرق ليبيا، نفس الشيء ضمها، اتخذ القاهرة أو نقوله الأزهر القاهرة آسف مدينة القاهرة نفسها واتخذها الدولة الفاطمية. سامحوني آسف نسيت، القاهرة أصبحت عاصمة فيما بعد الدولة الفاطمية. احنا قلنا في الأول رقادة، ثم المهدية، ثم المنصورية، ثم أصبحت في عهد جوهر الصقلي القاهرة هي العاصمة في زمن الخلافة الفاطمية، واستقرت هناك خلاص، يعني واصبحت سنوات كثيرة في منطقة القاهرة. وتلاحظوا حتى تأثير الخلافة الفاطمية موجود في القاهرة أكثر من تونس ومن ليبيا والجزائر، يعني حتى في العادات والتقاليد يعني كانوا ماشيين بها في الخلافة الفاطمية، لتو يديروا فيها في الأشياء اللي ياخذوها من زمن الدولة الفاطمية، الاحتفال بالعاشوراء وغيره، يعني طبعا هو فرع من الشيعة وغيره، هي لم تكن موجودة كثيرا في تونس أو في ليبيا بالحدة اللي موجودة فيها في مصر أو القاهرة، لأن هي وطدت أركانها في القاهرة أكثر وضمت مدن كبيرة لها. فهنا طبعا جوهر الصقلي اتخذ من القاهرة عاصمة للدولة الفاطمية، يعني شهدت الخلافة الفاطمية أربع عواصم أو مدن، قلنا رقادة، ثم رقادة، ثم المنصورية، ثم القاهرة. هذه طبعا العواصم اللي تم تغييرها في الخلافة الفاطمية. سنة 358 هجرية استطاع جوهر الصقلي بناء مدينة القاهرة والجامع الأزهر، يعني هو اللي تم بناها، يعني شيدها، ما كانتش في مدينة بناها وبنى الجامع الأزهر، وأثارها موجود إلى حد الآن. ثم أرسل جوهر الصقلي إلى المعز لدين الله الفاطمي اللي هو طبعا موجود وين؟ في الشام، في مصر، في المغرب، قال تعالى لمصر، يعني خلاص بعد وطد أركان الدولة وأنشأ الجامع الأزهر وبنى مدينة القاهرة، دعاه للحضور، يعني يستلم مقاليد الأمور، فوصلها سنة 362. المعز لدين الله الفاطمي هذا والده هو المنصور، يقولنا احنا أسس مدينة المنصورية في تونس، وأسس فيما بعد وهدي المنصورية فقط في تونس. هنا تولى من بعده، هنا كان الحكم ميراثي في عهدهم، المعز لدين الله الفاطمي وتميزت في عهده بالرخاء وبتوطيد أركان الدولة وبالفتوحات وغيرها من الأمور، وأصبحت القاهرة عاصمة الخلافة الفاطمية. خلاص هنا ارتست على أن تكون القاهرة هي العاصمة الأخيرة للخلافة الفاطمية. ثم تمكنوا من ضم فلسطين
والشام والحجاز والسردينيا والصقلية، واهتم الفاطميون ببناء المساجد وبنوا دار مكتب دار العلم، واهتموا بالزراعة والتجارة. طبعا معروف سنة الله في خلقه أنه هو دائما دولة تنشأ ثم تقوى ثم تضعف ثم انهيار وسقوط، هذه خدنا على مر التاريخ. نهاية الدولة الفاطمية، نأتي ما أسباب نهاية وسقوط الدولة الفاطمية. بدأت الدولة بالضعف والتدهور في عهد الخليفة المستنصر للأسباب الآتية: سيطرة السلاجقة على الشام واستقلال شمال أفريقيا، هي الدولة السلجوقية اللي قلنا احنا قامت حتى في عهد الدولة العباسية نفس الشيء، يعني سيطرت على الشام. قيام الفتن بين الجند المغاربة والأتراك والسودانيين، يعني في جنود هم طبعا ضامينهم في الجيش الفاطمي أو الخلافة الفاطمية، فكانت صارت بيناتهم الفتن والمشاكل، هذا أدى إلى ضعف الدولة الفاطمية. انتقال السلطة من الخلفاء إلى الوزراء، وهذا حناخده فيما بعد في الدولة الأيوبية، كما حدث بين شاور ودرغام. وهنا شاور استنجد بنور الدين محمود زنكي، ودرغام استنجد بالصليبيين، وانتهى الأمر إلى مقتل شاور ودرغام، وتوليت صلاح الدين الأيوبي وزارة الخليفة في عهد العاضد، اللي كان طبعا في مرضى أو في نهاية يعني قريب كان حيموت، فتولى بعده خطب صلاح الدين الخطبة وانتهى بموت العاضد، انتهت يعني الخلافة الفاطمية وأعلن صلاح الدين الخلافة الفاطمية. نعاود الدرس. الخلافة الفاطمية أو الدولة الفاطمية أو الفاطميون الذين أقاموا دولتهم في شمال أفريقيا سنة 296 و567 هجرية ليوافق 909 1171 ميلادي. من مؤسس أو من قام بالدعاية للدولة الفاطمية؟ ناخذها طبعا حسب موجود في الكتاب. يدعى الفاطميون انتساب إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وجوز علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين، وهم فرع من الشيعة الذين دون بأولوية علي بن أبي طالب في الحكم. الفاطميون في شمال أفريقيا، بدت الدعوة الفاطمية تنتشر في المغرب على يد أبي عبد الله الشيعي، وهو المؤسس الحقيقي للدولة الفاطمية، والذي نشر دعوته للفاطميين في اليمن ثم انتقل إلى المغرب، حيث وجد الجو المناسب للاستمرار في نشر الدعوة فاستمال إليه الكثير. هنا نقطة، لماذا استمال إليه الكثير وخاصة في سلماجة؟ لأنه كان رجل ورع تاع دين، يعني عنده خلفية دينية، فزي ما نقولوا حبوه التفوا عليه، يعني زي ما تقول حظى بثقة وبمحبة المغرب. وطبعا وخاصة من اللي ناقمين على الأغالبة، يعني ديما احنا عارفين في ناس تكون ناقمة على حكومة أو دولة، حتى حاليا موجود يعني الشيء هذا، فعناصر كانت ناقمة على الأغالبة يعني رحبت بدعوة عبد الله الشيعي في قيام الدولة الفاطمية. هنا قيامها أول مقام وين؟ في شمال أفريقيا، اللي هي وين بالتحديد؟ في تونس. قلنا نسبتهم فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، جوز علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين، ناخذوهم بالترتيب الخلفاء في الباب الأول، هذا خديتوه أول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عندنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. طبعا المؤسس الحقيقي وهو عبد الله الشيعي، يعني ديما احنا نقول الفاطميون هم شيعة فرع من الشيعة، عبد الله الشيعي من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام، نجي الشجرة متاعة تلقاها في نسله، يعني من علي ثم الكاظم ثم وهكذا، يعني تسميات كثيرة. فهو كان من نسل علي بن أبي طالب، أول ما نشر دعوته في اليمن ثم انتقل للمغرب، وقلنا نتيجة محبة الناس وطبعا وانت اشتهر بالدين، استطاع يعني القبول ونشر دعوته. المؤسس الحقيقي وهو عبيد الله المهدي، وهو أول خليفة، والمؤسس الحقيقي عبد الله الشيعي. نشأت وين؟ في المغرب العربي، اللي هو طبعا زي ما قلنا أبي عبد الله الشيعي، في بالتحديد في سلماجة، لقى بالمحبة والقبول. المغرب الأقصى هي مقصود بها المغرب حاليا، يعني بالتحديد أول ما نشأت في المغرب،
هو المؤسس الحقيقي، وأول خليفة هو عبيد الله المهدي. قلنا نشر الدعوة في اليمن، ثم انتقل إلى المغرب، ثم اتخذ من تونس أو شمال أفريقيا رقادة عاصمة له. صاحب الدعوة في الشام أولا رقادة، ثم اتخذ المهدية، ثم المنصورية، يعني ثلاث عواصم في تونس: رقادة، المهدية، ثم المنصورية، وفي النهاية أصبحت القاهرة العاصمة الأخيرة والنهائية، عاصمة الخلافة الفاطمية أو الدولة الفاطمية. اتخذ القيروان رقادة عاصمة أولا، طبعا رقادة وين هي؟ قريبة من القيروان، هذه تونس، القيروان، المهدية، شمال أفريقيا، الساحل، البحر المتوسط، ثم المنصورية. يعني تكونت لنا بعدين لما نشأت الخلافة الفاطمية، قديش خلافة تكونوا؟ العباسية في بغداد، والأموية في قرطبة، والفاطمية في شمال أفريقيا، ثلاث خلافات إسلامية: العباسية، الأموية، الفاطمية. انتبهوا هنا، ليش ما قلناش احنا على الأغالبة خلافة؟ لأن هما الدول أو الخلافات ثلاثة هي من نسل الرسول أو من آل البيت، لكن الأغالبة وغيرها لا. طبعا الحكم الفاطمي في مصر قلنا بعد عبيد الله تولى الحكم من بعد المنصور، وهو المنصور بالله اسمه، أنشأ أسطول كبير وأسس مدينة المنصورية في تونس عام 337 وجعلها عاصمة في البداية، ثم غير المهدية وهي كانت آخر عاصمة في تونس، ثم تولى من بعده المعز لدين الله الفاطمي ابنه. طبعا شهدت فترة ولاية أو حكم المعز لدين الله الفاطمي فترة رخاء واستقرار في سنة هي 341 قبل الميلاد أو هجرية، 341 هجرية، آسفة بعد الميلاد، هي موافقة 341 هجرية. يعني في عهد المعز لدين الله الفاطمي توفر الرخاء والاستقرار والأمن، وكانت من يقال إن في عهد المعز يعني شهدت هذه الفترة فترة من زي ما نقول القوة والعظمة وإنشاء الأسطول والرخاء والأمن، يعني توطدت أركان الدولة الفاطمية في عهد المعز لدين الله الفاطمي. هنا كان من ضمن القادة هو جوهر الصقلي، طبعا هو نصبه المعز لدين الله أو نقول من عهد المنصور لقيادة الجيوش والفتوحات وغيرها، استطاع القضاء على الأدارسة اللي قلنا احنا ظهرونا وين بعد سقوط الدولة العباسية وانسلخوا من الدولة العباسية بقيادة عبد الله الإدريسي وأنشأوا دولة في المغرب، الأدارسة في المغرب، واستطاع القضاء على الحكم الأدارسة وضم المغرب والمصر، وتمكنت الجيوش في عهد جوهر الصقلي من ضم فلسطين والشام والحجاز والسيطرة على سردينيا وصقلية سواحل اللي هي جنوب إيطاليا. هي طبعا الخلافة الأموية أو الدولة الأموية. ناخذ شخصية جوهر الصقلي القائد المسلم الفد الذي أسس مدينة القاهرة. كذلك حتى برقة في ليبيا لها نصيب، ضمها كذلك جوهر الصقلي، ضم برقة أو اتخذها اللي هي استولى عليها برقة والإسكندرية زي ما في السهم الأحمر، وبنى مدينة القاهرة واتخذها عاصمة، وبنى الجامع الأزهر. يتو الجامع الأزهر معروف بعلومه، يعني بحضارته، بيعتبر منبر علمي وصرع علمي كبير جدا، يضاهي جامعة بغداد من الجامعات العريقة، وهي جامع الأزهر اللي فيه يعني كلية الأزهر، وفي جامع الأزهر إن فيه طبعا فيه العلوم الشرعية والعلوم الأخرى التي قامت في الدولة الفاطمية. وحاليا عام 358 قام جوهر الصقلي ببناء مدينة القاهرة والجامع الأزهر. عندنا هنا طبعا بعد أن تم بناء القاهرة وجامع الأزهر، أرسل جوهر الصقلي إلى المعز لدين الله الفاطمي هو ابن المنصور، المنصور بالله، يدعوه للحضور لمصر. وصلها سنة 362 وأعتلى عرش الحكم، وأصبحت القاهرة عاصمة الخلافة الفاطمية، وتمكنوا من ضم فلسطين والشام والسردينية والصقلية، واهتم الفاطمي ببناء المساجد، نتيجته مسلمين بنوا مساجد عديدة، بنوا دار العلم، واهتموا بالزراعة والتجارة.
نهاية الدولة الفاطمية موجودة هذه الدولة طبعا زي ما قلنا احنا قوة وسقوط وتدهور ثم سقوط ونهاية. يعني أكثر الخليفة اللي شهد في عهده ضعف هو الخليفة المستنصر، وهو الأسباب التالية. شو السبب؟ في عوامل مهدت لسقوط الدولة، سلاجقة، احنا زي ما قلنا دولة هذه نفس الشيء استقلت عن الدولة الخلافة العباسية وقامت بدويلة صغيرة في الشام، نفس الشيء السلاجقة استولوا على الشام وشمال أفريقيا استقلت فيما بعد لوحدها، كذلك الفتن ما بين الجند المغاربة والأتراك السودانيين طبعا هم اتخذوهم يقاتلوا إلى صفهم، صارت بيناتهم فتن ومشاكل أدى إلى ضعاف الدولة. انتقال السلطة من الخلفاء الوزراء، يعني الخليفة ماش عنده سلطة، الوزير هو اللي يحكم، يعني السلطة يعني اللي هو غير بالاسم هيك صورة بس خليفة، لكن القوة الفعلية والحكم في يد الوزراء. فحدث خلاف ما بين شاور وضرغام، انتهى الأمر، شاور استنجد بمحمود الدين زنكي وضرغام استنجد بالصليبيين وقامت حروب، وفي النهاية تم قتلهم، وكان هذا في عهد الخليفة العاضد، والتولي فيها طبعا كان صلاح الدين يخدم كوزير في عهد العاضد، شاد الوزارة، مكن من الوزارة، وأثناء مرضه طبعا استغل فرصة صلاح الدين الأيوبي وقام وخطب وأنهى الدولة الفاطمية وأعلن قيام الدولة الأيوبية. نأتي لدرس الواجب. هنا طبعا اخدينا في الدرس المؤسس وأول خليفة واللي بعده واللي بعده، البطاقات هنا مش مرتبة، انتم مرتبوهم حسب ما انت ما فهمت الدرس. يعني حتى مرات يجيك سؤال من أول مؤسس، من أول خليفة، من اللي بنى القاهرة وهكذا، من اللي تشاهد في عصر الرخاء، فأنت تعرف حسب الترتيب من هو اللي مسك. رتب البطاقات حسب فترة حكم الخلافة الفاطمية، الخليفة العاضد عبيد الله المهدي، المعز لدين الله المنصور، الخليفة المستنصر. أتمنى بناتي وأبنائي تكونوا فهمتوا، ونلتقي في الدرس القادم وهو درس الدولة الأيوبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.